شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، حذر السيد الرئيس من التداعيات الخطيرة إنسانيا وأمنيا للهجوم البري على قطاع غزة، ومؤكدا ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن والصادر مساء أمس. كما تبادل الزعيمان خلال الاتصال وجهات النظر حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لأثاره الجسيمة على حياة المدنيين أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها. كما أكد الزعيمان على مواصلة قيادة مؤسسات الدولتين نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. Mm-hmm.